دخلت شقيقة الفنانة الراحلة أحلام جريتلي في نوبة من البكاء الشديد أثناء تشييع جثمان الفنانة الراحلة إلى مثواها الأخير، وذلك من مسجد القبة الفيدوية بمنطقة العباسية عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين 1 مارس 2021، بخلال أداء صلاة الجنازة عليها بحضور عدد من الأهل والأقارب. وشهدت جنازة أحلام الجريتلي غياب تام من النجوم في وداع الفنانة القديرة في ظل حضور الأهل والأصدقاء لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الراحلة قبل أن يوارى جسدها التراب. وهنا أدي شقيقة أحلام الجريتلي وهي متأثرة طبعا، ربنا يعزيها ويرحم الفنانة الراحلة. وللأسف ما كانش فيه فنانين خالص حضروا، طبعا ده كان متزامن مع جنازة يوسف شعبان، وهو كمان ما فيش كتير حضروا له بسبب كورونا اللي بهدلت العالم كله. صلاح عبد الله نشر الصورة ديت لي معاها وكتب عليها التعليق التالي، قال: دي صورة من آخر لقاء جمعني بالكبيرة القديرة الفنانة الرائعة أحلام الجريتلي، أرجوكم الفاتحة والدعاء. وكتب تعليق غريب بعديها على الصورة، كتب: لسه عارف إن ليها صفحة هنا، هبعت لها طلب إضافة. يا ترى مين اللي هيقبله؟ الله يرحمها. هنشوف بقى أسرار عنها وعن شقيقتها الفنانة وزوجها. وكشفت الفنانة الكبيرة إنعام الجريتلي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شقيقتها الفنانة أحلام الجريتلي، والتي رحلت عنها علمنا عن عمر يناهز 73 سنة. وقالت إنعام في تصريح خاص للقاهرة 24: أنا ما بشوفهاش من فترة عشان أنا تعبانة وما بتحركش كتير، بس هي توفت وفاة طبيعية واتفاجئنا لأنها كانت لسه مكلمانا قبلها بساعات قليلة وما فيهاش حاجة، كأنها بتودعنا. الله يرحمها. دي إنعام جريتلي، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة. دي شقيقة الراحلة أحلام الجريتلي، وأدي هنا صورة للشقيقتين يشبهوا بعض كتير. وكانت قد شاركت الفنانة أحلام الجريتلي خواطرها قبل وفاتها بأيام مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابها على الفيسبوك، كتبت قائلة: وكأنها تتنبأ برحيلها وتشعر باقتراب الأجل. قالت: الدنيا دي غريبة، يوم فرح ويوم حزن، امبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي والنهاردة الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم، سبحان الله. وهي ماشية شوية حزن وشوية فرح، وآخرتها متر في متر من 6 أيام فقط. ده البوست بتاعها. جوز أختها توفى وكان عيد ميلادها في نفس أو بعديها بيوم. أحلام جريتلي من مواليد 20 فبراير 48، وكانت متزوجة من الدكتور شيرين حسين منذ ما يقرب من 25 سنة، وتعد الزوجة الثانية لشيرين بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها ابنة وحيدة. هنا مع جوزها الدكتور شيرين حسين، كانت زوجة تانية ليه وكان انفصل عن زوجته ليه بنت منها. وروت الجريتلي حكاية زواجها وقصة عدم انجابها في لقاء مع برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا في مارس 2017، وقالت: احنا كنا اصدقاء قبل ما نكون ازواج، ولما كنا اصحاب ما كانش بيحصل بينا اي مضايقات او خلافات لان فيه كيمياء بينا جمعتنا ببعض. وتابعت: بدأت علاقتي مع زوجي شيرين لما شافني في المعهد
لأنه كان صديق أختي الكبيرة أمال وأيضا أنعام الجريتلي. فقال لي اسمه وقتها وعلق معايا، لأني كنت بقول إزاي اسمه شيرين وراجل، لأن معروف شيرين اسم ست. ووصلت في يوم 19 يناير 1992، كان عندنا تليفون أرضي لأن ما كانش وقتها الموبايلات موجودة، ولقيت الجرس بيرن فرديت، لقيته هو كان بيسأل على أمال أختي. عزمته على مسرحية ليا بمسرح السلام، وطوال العرض لقيت واحد بيسقف لي، عرفت وقتها إن هو شيرين. ولما خلص العرض كله مشي لقيته لسه قاعد، عزمني على العشاء في مكان، ومن هنا بدأت علاقتنا واستكملت. ارتبطنا فترة قصيرة أنا وشيرين، وبعدها اتجوزنا على طول. كان طلبي الوحيد منه قبل الجواز هو توفير الأمان، وبعد الجواز لقيت واحد الأمان. ممكن أكون ماشي أنا وجوزي في الشارع ونشوف بنت حلوة نفضل نعاكسها إحنا الاتنين عادي خالص. وأوضحت أحلام مش بغير من الزوجة الأولى لزوجي، وبنته لما بتجيلي البيت بتبقى مش عايزة تمشي من عندي، وأنا وهي أصحاب وبنخرج نتفسح أنا وهي. ولما اتجوزت بوالدها كان عمرها 12 سنة فقط. وتابعت أنا ست قدرية وبترك كل حاجة على ربنا وأعشق المسرح، وكنت بخاف من الفيديو وبترعب من الوقوف قدام الكاميرا في بداية حياتي الفنية، وكنت بعمل وقتها في هيئة الكتاب وأعشق الأطفال وأن أكتب لهم أعمالا. وأضافت شيرين بعتبره ابني مش بس جوزي، وعشان ما خلفتش فأنا محتضناه بكل مشاكله، اللي نفسه فيه ياكله أنا بعمله. وقصة عدم إنجاب الأطفال منه دي بتاعت ربنا مش بإرادتنا، أو إننا متفقين على عدم الإنجاب، إحنا ما فكرناش خالص في موضوع الخلفة والإنجاب ده، وولاد أخواتي هما أحفادي. وكشف زوجها شيرين عن عيوبها قائلا أحلام عندها ثقة مطلقة في الناس، أي حد ممكن يضحك عليها وياخد كل حاجة منها، لو قعد جنبها بس يعيط. دي أحلام جريتلي الله يرحمها، فنانة قديرة طبعا، وكأنها تنبأت بوفاتها وقالت آخرتها متر في متر. وكانت قد تلقت الفنانة الراحلة أحلام الجريتري رسالة حب وتقدير من زوجها الدكتور شيرين حسين قبل وفاتها بأيام قليلة، لتصبح آخر رسالة رومانسية تلقتها من زوجها. وكتب زوج أحلام الجريتري رسالته بمناسبة عيد ميلاد زوجته عبر الفيسبوك يوم 20 فبراير الماضي، يعني من حوالي أسبوع، قائلا: أردت أن أقول لك كم أحبك، وأردت أن يعرف الناس أنه من المهم أن نقول مشاعرنا لكل ما حولنا، لأن الرحلة في الدنيا قصيرة، كل ما تفعليه ولكل ما حولك جعلك لي ولغيري حنان يمشي على الأرض. وتابع: كنت عاشقة للبسطاء ولذلك عاشقك أهل مصر وأنا منهم، ما زالت جذورك ضاربة في عمق مصر. فنانة أصيلة مزجت دراستها للفلسفة وعلم النفس بكل ما قدمت وتقدمين، يا الله على عشقك للأطفال وعشقهم لك. واختتم شيرين حسين: عيد ميلادي غدا، أردت أن أسبق الجميع وأن أقول بكل صدق أحبك في كل يوم أكثر من سابقه، كل عام وأنت بكل خير وسعادة، تشعين بالحب لي ولكل من حولك ولكل من عرفك ولوطنك وللدنيا كلها. أطال الله عمرك بالخير ومنحك الصحة والإبداع، إنسانة فنانة راقية محترمة مبدعة. كان في 20 فبراير في عيد ميلادها، يعني من حوالي أسبوع الله يرحمها. توفيت فجأة الفنانة أحلام الجريتلي الأحد 28 فبراير 2021 بعد رحيل يوسف شعبان. وكشفت مساعدة الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحلة بأنها ليس لديها أبناء وتعتبرها ابنتها وتقيم معها بالمنزل، بالإضافة إلى أنها المساعدة الخاصة بها.
وأضاف الدعاء في تصريحات صحفية بأن الفنانة أحلام الجريتلي كانت بتصور أحد المسلسلات التلفزيونية والتي ستعرض في شهر رمضان المقبل، وكانت بصحة جيدة، وأمس أغمى عليها فجأة بعد العشاء، واستدعينا الطبيب ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكدت دعاء أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. الله يرحمها. أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، وشاركت في الكثير من الممثلات من المسلسلات، ومنها حكايات المدندش، ومن أطلق الرصاص على هند علام، والسندريلا، والفتوة، والبرنس، وغيرها. وآخر أعمالها مسلسل اللعبة 2 مع هشام ماجد وشيكو. الله يرحمها، فنانة قديرة ومحبوبة. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم، قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.